ليش اخترت مهنة التمريض؟ تقدرون تقولون أني أنا ما اخترتها، هي اللي اختارتني. أنا أول سمستر في الجامعة كنت في تخصص الهندسة، ومع الدراسة حسيت أن الهندسة ما تمثلني، يعني ما أشوف نفسي كمهندسة في المستقبل، فغيرت لمهنة التمريض، ومع الوقت حبيتها وشفت نفسي أكثر في مهنة التمريض. If I sum up nursing with one word, I would say that nursing is meant for serving the public. What do you think? Yes, I agree. For me, nursing in one word is to give caring to other patients. مهنة التمريض اتعلمت منها العاطفة والإنسانية، وإني أنمي شخصيتي وأكون قائدة في مجال عملي. وإنتي بالنسبة لك إيه اللي ضافولك مهنة التمريض؟ أنا رأيي من رأيك، بس حابة أضيف أن مهنة التمريض علمتني العطاء بدون مقابل. في مقولة إحنا كثير بنحبها وبنلتزم فيها: Be empathy, do not be sympathy with patients. That's what we always seek for. بالنسبة لي، لو أقدر ألخص مهنة التمريض في جملة واحدة، فهم ملائكة الرحمة.